اثنين بالعشرة. عدم فوز فريق كرة السلة بأي من المباريتين. طب معنى كلمة إنه يفوزوا بالمباريتين معا في أي من المباريتين معناها اتحاد. طب كلمة عدم باخذ المتممة. إذا أنا هيك بعمل بالسؤال، لو ما كانت كلمة موجودة عدم، فوز فريق كرة السلة بأي من المباريتين، يعني يا إما بالأولى يا إما بالثانية، هاي من مفاهيم الاتحاد إنه يفوز بوحدة من التنتين. فمعناته هي بدون كلمة عدم معناها حا واحد اتحاد حا تنين، مع كلمة عدم معنى خذ المتممة لإلها والتي تساوي واحد ناقص لام حا تنين اتحاد حا واحد. واحد ناقص هاي أوجدناها من الفعل السابق 95%، بتصير واحد ناقص 95% تساوي 5%. تمام؟ ليش أخذنا واحد ناقص؟ لأنه دايما معنى المتممة واحد ناقص الاحتمال اللي أنا بدي إياه. هيك بكون تقريبا ألمينا بكل أفكار هذا الدرس إن شاء الله. مكلفين الطلاب بالتدريبات وتمارين ومسائل، والله يعطيكم العافية.